السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، أمريكا تدفع بثالث أسطول مع تصاعد العمليات اليمنية. وإلى الوقائع. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس دخول ثالث أسطول بحري جديد إلى الشرق الأوسط بالتزامن مع تصاعد العمليات اليمنية خلال الساعات الأخيرة. وأفادت القيادة المركزية للقوات الأمريكية في تحديث على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بأن الأسطول الحربي ديسرون يرافق حاملة الطائرات إبراهام لينكولن والتي دخلت منطقة عمليات القيادة المركزية خلال الساعات الأخيرة وفق البيان. وتمتد منطقة عمليات القيادة المركزية من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وصولا إلى المحيط الهندي. ومع أن القيادة الأمريكية لم تحدد موقع الأسطول والحاملة الجديدة وأخفت حتى معلومات الرادار بشأن تحركها، إلا أن تضمن العرض انطلاق مقاتلات أمريكية يشير إلى أنها مرت بالقرب من اليمن خلال الساعات الأخيرة في ضوء الغارات على الحديدة والتي تجددت للمرة الأولى منذ أيام. وتأتي التحركات الأمريكية عقب ساعات على مواجهات في البحر الأحمر وخليج عدن وصفت بالأعنف وشملت انفجارات جراء إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ لساعات طويلة. اعترفت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية بأنها استهدفت سفن شحن مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي أو متورطة بكسر الحظر اليمني على الاحتلال. ويعد تحريك الأسطول الأمريكي هو الثالث منذ بدء العمليات اليمنية في البحر الأحمر، حيث تم نشر الأسطول أيزنهاور والأسطول روزفلت في هذا التوقيت، يعكس حجم المخاوف الأمريكية من اقتراب رد المحور خصوصا من اليمن، التي تخشى أمريكا ردها عقب الإنجاز في المرحلة الرابعة والذي شمل قصف عاصمة الاحتلال تل أبيب بين قوسين يافا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.